النساء في المستقبل هم الذين سيكونون الزعماء. لأن نصف هؤلاء الآن في الجامعات، أنا لما كنت في المدرسة في الابتدائي هنا ما كان البنات يذهبون إلى المدرسة. يعني الذين حتى في أمريكا توين بيقول أن أمه أول إنسان درست جامعة. في الجامعة. يا ما صار زمان الناس يدرسون النساء، و 30 سنة 60 سنة أحد الزعماء الأمريكيين قال نحن ما صار أيضا النساء لهم حق التصويت إلا من 60 سنة يعني أو 70 سنة قصدي معلش. لكن الآن هؤلاء في المدارس في سوريا وفي الكويت وفي بريطانيا النساء في جميع المواد أكثر من الشباب في الدراسات العليا. بتقول ان راح يصيروا زعماء العالم حتى في نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه رؤوسهم فيها دمار. النساء ليسوا ايضا لكن مو عضلات، العضلات هي التي كانت تحكم النساء. معلش استفزك بهذا الموضوع، يعني انت بتوقف الى جانب النساء؟ يا خلينا ننهي الان. لا النساء بشر، النساء نحن لا نعتبرهم بشر. إن اقرأ سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والآمرين بالمعروف يؤمنون بعضهم بالمعروف يعني كلاهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. المستضعفون هم الرجال الفقراء والنساء والأطفال، هؤلاء سيحكمون في المستقبل، هم الذين يفهمون معنى العدل. المستضعفون هم الذين يفهمون معنى العدل. أما الأغنياء كان مكتوب في روما نادي الرومانيين الذهب فاقده حزين ومالكه قلق، مالكه يخاف يضيع الذهب منه. لهذا الأغنياء ضد الأنبياء خلال التاريخ كله. والمسيح يقول أن يدخل غني الجنة أصعب من أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة. أنت يعني هذا موجود في الإنجيل، هذا كلام عميق. هذا من القرآن يقول أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هذا من الهدى والنور الذي في الإنجيل. أنا القرآن الذي هو علمني أنه الهدى، إنجيل فيه هدى ونور. ولهذا سميت كتابي مذهب ابن آدم، لأنه في سفر التكوين في الأصحاح الرابع موجود قصة ابن آدم ويقول أين أخوك؟ قال أنا لست حارسا لأخي. قال دم أخيك صارخ إلى السماء، زلزل الأرض والسماء صارخ. قال ذنبي عظيم لا يغتفر. هذا له معنى كبير. هذا ليس هاي كانت بداية العنف، ممكن نقول هيك؟ والله أسئلتك أحيانا يعني دليل على أنك ما في أرضية تنطلق منها. العقل الإنساني، هؤلاء الآن يتعلمون الرياضيات، يتعلمون كل شيء ويسبقون الشباب. يا نحن نعيش زمن المنسوخ ولا نعرف أنه منسوخ. لهذا أنا صدمت في مصر في المركز الثقافي، امرأة قعدت على المنصة وقالت أنا التي لما جئت إلى هذه الدنيا اسودت وجوه الذين جئت إليهم، لأن القرآن يقول إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أنت ربما لأول مرة تسمع أنه هذا موجود في القرآن.